بكره ايضا عندنا مباراه الطائي مع الاتفاق في حايل. زميلنا علي الصوابي مراسل البرنامج التقى مع الكابتن عبد الله السالم لاعب نادي الاتفاق. والله شوف المباراه يعني مشت مش مثل ما احنا نبي. استقبالنا للهدف اربك شوي نوعا ما الرسم حقنا. كان من المفترض ما نستقبل الشوط الاول اي هدف ونحافظ على تكتلنا، والشوط الثاني كان من المفترض ان نخطف نقاط المباراه، ولكن حدث العكس تماما. تسجل علينا 3 اهداف، حاولنا التعويض ولكن التعويض ب3 اهداف صعب قدام الهلال. سجلنا هدفين وكنا قريبين من الثالث ولكن ما مشت المباراه مثل ما نبي. والله شوف احنا لازلنا في بدايه الموسم وعلينا نتدارك هذه الاشياء، يعني 3 تعادلات غير مقبوله، وايضا هزيمه اوكي هي امام فريق كبير، ولكن اليوم الدوري الكل يقدر يفوز على الثاني، فان شاء الله نتدارك هذا الشيء في القادم مباريات. كان بالامكان اخر ربع ساعه افضل مما كان؟ صحيح، كان كنا قريبين من التعادل لكن للاسف يعني